بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من آداب المدرس في تعليمه، وحين كنا حجرنا الرسالة ذيني آداب الدارس والمدرس قيبتي أفراد، وتعليم المدرس آداب تعليمه أي نكون حجرنا شن في قراءة وقيبية بانري لبقى يبوت بنكس وبحاني درسي جينا قيبتي سدحات أي وكبل آبانايا درسي جينا نوا درسي جي طبنات مركي دروستي عن يومي آخرني إن اللغة صوب بلابا مصنف كهل كان أسوغو كجيرو آداب المدرس حق في تعليمه كجيرو أيو فقرضان وحقوق قيبين يا إلى تقريبا سجال قيبوات بيكس ككوبان تاي قيب تكوبات مصنف كحقوق أحد ليا قفك مدرس كأه إن لقدونا أيو إنو جهد ديسة إي أود ديسة أو كبحيو قفك الطالب كأم أرد ديسة سيدو حقوق فهمسين لها أو وسو دوين لها مسألة ذا سما مش أو درسها أو آخرنا يو فهمي جيسو وسو دوين لها أسوق دنتي سو أي تهاي قف كاس إنه كهنون طريق ذي سي توسند أو قبصده وليبه وحوى إسلا قيب تلفت هذا فهم سين تلفت هذا أرضي ذا إنه أكل سو عن تها الربا مدرسك وقف البابا أو كلها الله حد بس ذا أويه هاي فهم جيسات بس ده أويه كي مركا فهم جيس أو مارك تي ضعيف ياه وحواي وح أو حبارك كروسينا يا أنتو قاضي كرو أيوسينا يا كي فهم ذي سو أي مارك تي زائد تهينا وحويان يعني حتى أو إشارة كلي كوك أفتوه مكرو إنه كبت بضية معها هدول هرقوا فهماي كعيل علين تلفت إني لبسي كنت على أركا وحي كقصته marka qofka fahmadiisu ay xooga bati tahay yar tahay oo aan aad wax u fahmaynin waa inuu mas'aladii ku cilciliya darsiga intuu ka qaadan karaan oo siyaa waya kan xamili karo oo fahmadiisu ay maartay aad u sareysana intii asagana u qaadan karo inuu qaadsiyo oo san u yareeyin 10 ka la raba hado ishaaro ku fahmi karana inuu san ku degdegin qaybta waa qaybta koobaad waya فقرة الله بعد وماشى كجهد ضي وحوي مدرس كمركو أحكام كهذا لاي أحكام وحال غير هذا أحكام القرآن كوجرتو أما فقه كوجرتو أما أحاديث كوجرتو بس هذا اسم مركو كهذا لايو وحويان قف كطالب العلم جاء وحوي حكم كشرع جاء بس وشيء جاية بس هذا الحكم كذا وسدا إنه غير هذا هدي مركا وحويان دليل كذا مرك قفكي لكن قاضي كره وحمباري كره وفهم ذيسا أما درجة ذي مؤهل له وأوفه فهنا يا ماشي استدلال كمسألة أي تهاي ولا قد ليشان أيو يعني مارت أيو وصي عضينا يا أيو أد لما كلامه بدي جاي كيو كلا تويان حكمته أد بو أدلة ذي مالوك سوقاتي وحخلافات كجرئي مسأيشة صورا أي كور رمايا قيبت صدحات وحويان درسي جو آخرنا يو وإنه مدرس كه وحي إشكال كسو أروري كرو إشكال أو سؤال كيني كرو أو غموض أو كجراهي وإنه شجع جوابتي إذا أو عديا هذا صورة قال أطهي ويساسولي مسلفك مدى أفراد وحويان هذو أحاديث صومرو حديث كنا أو ضعيف هاي، وإنه حديث كان ضعيف هي دتك أشيعة، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تيجي رهضه حديث أشيعة أو كتة جاي صح معها، وإنه ضعف جي سدرج جي سضعف جا حديث كاس إنه يرهض سأل له وكتسو من وإنه يرهضه سبب ضعف هنا إنه أشيعة الربا سبب تاسو ضعيف كوي هاي إنه يرهضه إنه عديا الربا مده شنادنا وحويان دليل ك. أدلة اللفتة إذا
waxa la ictimaadi karo lagu kalsoonaan karo inuu maaragtay cadeeyo si dadku ugu kalsoonaadaan shaygan inuu u cadeeyo inaada hada daliil waxa waaye yanbagi an yuctamad calayhi waa in la ictimaadaa waa muhiim isagoo saas inuu cadeeyo weya midda lixaad waxa weeyaan inuu dadka ku baraarujiyo kutubta la akhrinayo lafteeda kutubta la akhrinayo nafsad ahaanteeda inuu ku caddeeyo inuu kutubta la sanifo lafteeda dadka sanifo waa bashar soo ma bani aadan waa waxaa dhici karta akhtaa badan inay ku jirto mudariskii marka kitaabkii si khaladkii aan loogu qaadanay markuu ku baraarugo waa inuu dadka ku baraarujiyaa u yidhaahdaa halkaa waa khalad sawaabkuna waa sidaan inuu yidhaahdo macnaheeduna ma aha inuu qofku musannifkii la ceebaynaye aadaabtii la rabay in xaq loo cadeeyaa la cadeynayaa qofkana looma jeedaya khaladkan dhacay baa la saxayaa la'anna basharku kaamil ma aha arrintaasoo tusinaya kan toddobaad waxa weeyaan haddii uu soo maro darsigaada ku soo martay saxaabada kale ridwaanullaahi calayhim iyo a'imadii la yaqiinay oo maaragtay macruufka ahayd oo ama maaragtay a'imatul ahlulxadiid ah ama mufasiriin ama maaragtay fuqahaa ama waxay doonaan ha noqdaane markuu soo maro waa inuu abtirsigoodii u sheegaa hebel hebel meeshaasuu ku dhashay saasuu waqtigaasoo dhintay inuu yidhaahdo kunyadooda inuu sheego casrigay noolaayeen inuu sheego xigmooyinkii ay lahaayeen inuu wax ka sheego waxyaalaha saasoo kale ah arrimahaasaa laga rabaa inuu caddeeyo wakadaalika arrimaha luqawiga markuu marayo inuu wax badan dadku xagga luqada u caddeeyo baa la rabaa inuu u caddeeyo baa la rabaa yacnii aada buu amhilo badan uu keenay meeshii xataa luqadii in la dabdiyo dabdi la sameeyo la xarakeeyo ayaa la rabaa meeshii godan waa godan tahay meeshii kor dhigan meeshii hoos dhigan kii la takfiifinay kii la xoojina la shadayo wahaakadaa arrimahaasna waxa weeyaan inuu u caddeeyo ardayga walidaalika kutubta markuu qofka markuu qorayo xarakada keliya kuma kaaftoomaan markaasay leeyi hadduu laamka shiday bitashdiidi laami bay odhanayaan ama maksuura ama madmuuma ama maaragta waxay leeyihiin maftuuxa weeye waxaasoo kalea baa la rabaa inuu qofka u caddeeyo baa la rabaa arrimahaasi weeyaan tan sideedaad waxa weeye hadduu mas'alo yacnii qariib ah oo ay soo dhacdo oo mathalan sida waxyaalaha mas'alo aan la garanaynin oo kale hadduu qofku ay arrintu soo gashaahi waa inuu xaalkeeda caddeeyaa mas'alo aan la garanayn baa mathalan mas'aladii kitaabkii ku timid oo ama loogu talagalay luqsi loogu talagalay alkhaasta waxa la yidhaahdo luqsigana waa googacdalaha waxaan dhahnoo kale wey oo alxiraalaha la yidhaahdo kale wixii ku yimaado oo kutubta aad ku aragtahay waa inuu ardadii mudariskii ugu caddeeya baa la rabaa sidoo kale tacliimta oo waxbarayo waa midda sagaalaad ugu dambaysa mar walba inay tadriiji noqoto baa la rabaa si tartiib tartiib ah oo wixii tacliimtiisii ay u noqoto si muddadaa dheer uu ku jiraahi oo u helo xikam ama jumlooyin badan uu ka faa'iidaysto uu u helo arrimahaas ayuu darsigeennu ku saabsan yahay maanta fiqradan oo qaybtii saddexaad ah xagga tacliimta min aadaabi almudarrisi fii tacliimihi qaala almusannifu raximahu allah wayanbagii an yakuuna baadila wuscahu fii tafhiimihim wataqriibi alfaa'idati ila adhaanihim xariisan calaa hidaayatihim wayanbagii waxaa habboon an yakuuna inuu noqdo mudariskii baadilan mid bixiyo wuscahu karaankiisa awooddiisa inuu bixiyo fii tafhiimihim tullaabtii ardaydii fahamsiintoodii uu fahamsiiyo darsigaas iyo wataqriibi alfaa'idati faa'iidada uu u soo dhoweeyo ilaa adhaanihim caqligoodii maskaxdoodii garaadkooda usoo dhoweeyo muxuu intaa u samaynayaa xariisan isagoo ah xaala kowni xariisa mid ku dadaalaya uu yahay calaa hidaayatihim hanuunkooda uu ku dadaalayo wa yufhimu wuuna fahamsiinayaa waa inuu fahamsiiyo weeyaan kulla waaxidin arday kasta kulligii bixasabi fahmihi wa xifdihi hadba garaadkiisa iyo fahmigiisa iyo xifdigiisa inta uu la eg yahay
أي فهم سينيا فلا يعطيه سين مايو أردقي ما لا يحتمله حسن أو حباري كرينين حسن أود أولا حين حسن قاذي كرينين سين مايا عشر قاذي كرو يربو سينيا كما بدناي ولا يخسر من قابين أيو به شيء مكة قابين أيو عما يحتمله وحي أو أوذي كري بلا مشقة بلا أن أكو أوذي كري كما قابين أيو عشر كيسي انت اوها وينو سيا هكا بدينن او وحسن قادي كرن هكا نغن وحو قادي كرن هكا يرينن اي انتو قادي كرا كليا كسن وير اردغا فهمي جيسا يحفظ جيسا انو مراعات كسما ايو او الى ليبال ربا ويخاطب انو لحظ لبال ربا كل واحد اردي كست كلجي على قدر درجته درجته يسا حد بصدا اي تهي قدر كيد إنه كل هذا الله وبحسب فهمه قرات كيسة فهم ذيسة إيه وهمته دلال كيسة أنت أي تاي إنه أرض والب كل هذا الله الربا لأن معلمك إنه أرض ذيسة كلا يقانا وقال قرنا يوين مركز صيف سيره وحيري فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا فيكتفي وحكوك أفتومي مدرسكي بالإشارة فرفيقتك ليه يعني التلمام يروي لمن ضد أو أفر في قوك إشارة يفهمها فهمي مسألة ذي فهما فهمي أو محققا له بوء حقيقة يعني فهمي حقيقة قفك أو فهمي كراهي إشارة كافتون انت عيرت أو إشارة وحير سيه هكو علعليني حدوسا فهمين إن مركا أو أردق مد إشارة وحكو فهمي كراؤسا نهين ويوضح العبارة لغيره ويوضح عدين إياه مدرسكي العبارة وحي ماشي كقرنا عبارة ووحي ماشي العبيرة يلا أخرنا يي وياني أي أعطينا يا لغيره قفكي أرن إشارة وحكو فهمين أي أعطينا يا ولما ويكررها وكوع العلينا يا هل مرماه لبا مرماه سدح مير وكوع علينا يا لمن قف لا يحفظها أنا حفظين إلا بتكرار علين موي أنا وحبك كفهم كرين كحفظين كرين وكوع العليا إنه كوع العليا بالربا فغرضهاس وقيمته هراء مصنف كأوكاجاهر لي مدرس كمركز تبو حواه إنه كدة ذاله حال الربا أردي ذيسا حقة وحبريد أو بريو إنه كدة ذاله وقف كي يعني صفة إذا ذا أوجسور دوي ذهن جيسي وإنه أوديس أسكوب جيا ومثلاً هداي مسألة أوبا عن تاين أمثلة الله سمايو تصال إن الله سمايو تصال أسمانه إنه مركور أسوري مسألة ذي كمسألة أهان أسوري إنه تحريري أو مسألة ذي سفي عن أبياني عيال الربا ولذلك وإنه سكتجين مسألة ذاس أي سجونا عدين وإنه سمسألة الأوجد بين أرضي هذا ضم عينه مسألة ذي أنت كت الله بصدق مثل الأوجد بين إنه كعليه ويرجوك ماشي هذا نقص النو محي علي موضوعي هذا كل حجرا هذا موضوع كل حضرته وحو قارسين يا تشويش الذهن وحلي هذا قفك مسكح ديسي عقل ديسي قرات كيسي بات قصة يساوي معلومات كي بأس كون حضر سمي مركاسة أرضي فإذا الآن أصاب حياوي قفك استمرك وحال الربا قدر كيسا إنو كحب ديسي يو أيال الربا قفك وحو حميل كرسي انتو قادي كرو أضاء قياسة يهانا كيرين هانا كبذينين وقيب تاوي كي مركا وحكو فهمي كرو إشارة وحكو فهمي كرو فهم ذي سئ واسع تاينا سجن الدرجة ذي سأفيروي وهذا كي علي بن أبي طالب لقشي جر أو أورنجري خاطب الناس على قدر عقولهم تتكب مرو قفل ببع قرات كيس إلو ولا هذا له عشر كنتو قاذي كرا لسيه مسألة أسن قاذي كرينين إنا لسينين حيالا حكمة وحكم ذي رهدان وحيرا لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها تدن أهلها هين هذا حكمة ما أنت ناكد الدليس وهذا حيوان لا لخطاب يوك لواي أري هذا الله هذا شمي وركا فهمي مرك قفك أنا أهل كأو أحين حكمة ذي وجاهل هذا ما أنت نقول هذا شو ضيع الوقت وما كحصلها وحكى له كحصلها يا ملك مرك وحير هذا لا تعطي الحكمة وحكمة وهذا في عنوه لا تعطي الحكمة حكمة حسين غير أهلها تتك أهل كذا وحنا هين حسين وهذا مرك أتسي سوف تظلموها
ظلم سان قف حوله وحوش شيء وكلا ظلم ظلم هو قف وحوفا من ما ترى ذاك ودل دلش وحوكلا الرعيان ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم دتك أهل كوأها أنا حكم ذن هودي ذينها كم من عيننا وهذا قفك حكم ذا أهل كوأها أذن وش يجين وظلم سجنا لبض أبو ظلم هو قف وحبا فهمين إن حكمه كدل دشوا وظلم هو قف أوذو سلهين أياد مارتي وحسن استعداد أهين أياد مارتي كل هذا شوي قفك حكم ماذا لها إن تكربتنا أينوى ظلم هو مركو هذا الآد قيمة بذن لا تمنعوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم وهذا الكاسويا مركا قفك مارتي وحفهم أيوه إنو سدا أشيغال الربا هل مروا مريا قفك أنا فهمين وإنه أقع العليا إلى أو كحف ذي إلا أقع العلين وإيه سكل وحكو فهم ماي سيدا إذا العلين تبضن واتقانا وحبضن هذا الدرس قادة أنت آخر سيد قال مر آمرت حوغا وات فهمي لكن مرة هذا مركا كو عليسو وحاذا مركي هور كفهمينا مرة بات كفهميسا مرسد حاد مركا كو عليسو معنى كلا أوذن كفهمين باكوسي واضحي مركا تكراركا محيد يجرين التكرار يجعل الحمار فقيها الآن دمير كسب من يحو كمدي هاي كو قد دمين سنحوله كمدي هاي الآن دمين كأو حب فهم أي كشيغا دمير كحتى كعل علين توحو كدقا فقيه أنا مركا يريرين حمر سومالي آن جوغن مقدشة مركا جوغن دميرا بيها دامين لقو دامين جرين دميرا با أفر ترق انتلا سوصارا أما فوستلا سوصارا عيل لغا سو شوبيا دور عيد او شوبا marka loo shuba cidaan lagayna cidaan lagayna cidaan lagayna bari sidoo kale to sameenaya intii cido lagayn jiray maraya la marsiina saadan ba sidoo kale intii cido mari jiray la marsiina maalinta daman ninkii dameerka waday waa ka soo haraya dameerkii baa cido u shubi jiray hor istaagaya sababtu waxa keenay ku cilcelintii badneed Soomaa asagoo iska soo socdo cidii biyo u shubi jiray soo hortaagay la arkayaa marka التكرار يجعل الحمار فقيها نذهان وحوى ونود وحفهمه أي دمارك كذي جاوي وذا اللي يراه الشيخ الشارح عسوق جورنا اللي يراه شبرمة ابن شبرمة اللي يراه عبد الله ابن شبرمة اللي يراه ذا وأن فوق هذه العراق كمدها أو تابعين من صغار التابعين لكمدها بقول أفرتني أفرتي جردنا لنتي أي أن أويمد مسألة ويدية مركو مسألة ذي ويدية وأنك أو أشياء مسألة ذي وأفسري مركزه فهم واي لم أفهم بير ما فهم بروح شيء جست مرة بعض أقول علي مركزه يير لم أفهم مرة بعض أقول علي وافهم ما فهم بير مركو أركين وسواح بفهمين وحقيري هذا الغش وجوري وحيري إن كنت لم تفهم لأنك لم تفهم هذا تهي مذا أنا وحب فهميني وارنو مد وحات تهي مذا وحب فهمين باتاي كو مركز يري فستفهمها فستفهم بالإعادة هذا المركي هراء أذن فهمين ما بقى أذن فهمينه لكن مركان كوجو عليه فستفهم بالإعادة مرة بعد مركان كوجو عليه تفهم دونته مركو كوجو عليه هذا نفهم وعي أي يري وإن كنت لم تفهم لأنك لا تفهم هذا مرة بعد تكوجو عليه مرصد حد كوجو عليه أذن فهمين ما بفهم إيش ذو يري فهذا داء لا دواء له قف انت لوغو عليه لوغو عليه لوغو عليه وحفهمي واي ودواء عذر ان دولهين عذر ان دولهين دووبيا مركا ايغا تغبير ساس وليه يعني عكسو غورنا الفقيه والمتفقه ايو كسو نقلنا يا وي مركا اي قيبتاس وعبارتي كوباد واي قيبتا لباد وحو ليهي فقرده لباد مصنف كحو ليهي ويذكر وحو شيغيا مدرسكي الاحكام أحكام تبو أو شيء موضحة أيضاً مثل عديئة بالأمثلة التسالين لقوا عدي من غير دليل أيضاً أن دليل للراعين لمن قفنا اللو شيء دليلنا اللو الراعين لا ينحفظ له الدليل قف أنا فهمك إذن كي ينحفظ إذن قراء مركة ماشاس لا باك مقال لا ينحفظ لا ذا سكو دار مركة داي وشيخ مركة أخرنا إلا كما دارين مركا إنه سنسقط على صلاحينا الأوجاي مركا لمن لا ينحفظ له الدليل قفك أنا دليل كحفظ كرين
وأنا أقولن وحاول من غير دليل مسألة واضحة. فإن جهلها دوك جاهل نغضه دليل بعضها مسألة ذي قار كي دليل كذا أو كب جاهل نغضنا ذكره له وأشجع قيب وقرتي بعض يكر ما أسن قرن قيب تلو بعد ما أون قرن وأشجع يا مدرس كي حوليه دليل كقيب تسلا بعد واتاوي ويذكر الدلائل الدليل الذي أودن دليل الذي أودن بوشجع لمحتملها متكي أهل كأوها وحباري فهم قالها أنا الدليل الذي أودن بوترنا يا أي شجع يا ويان سلا داسنا وفقر ذي لبعض ويانه مسألة هذه أحكامتها أما القرآن ككتاب القرآن ككجرته تفسير كي تفسير بو أخرنا يا آيات الحكام وصومري وينو عديا وهذا الذي أوشيغا هذه أو أي مارة حديث تهي سيدوك له وينو عديا هذه أي تهي فقهي أو كحد ليه سيدوك له مسائشاس وينو أدي الذي يدي شيغا أو يعني الدليل مركز اللي يرهده ومن الكتاب والسنة والإجماع إيه قياس أو لقود درين كسر علماء قارئ كهذا هذلان أو اللي يرهده مصادر التشريع اللي يرهده وينو أنت متكود عديه هذا آية القرآن تينو هو عديه دليل كي هذا حديث يينو هو عديه هذا إجماع تمثلاً وإجماع يرهده هذا قياس تهينو الأشياء وقياس أو يرهده عيال الرباوي مركا قف كمركو مبتدي يهي وبلو يهي مناسب وما أحبه لي يهي إنه وجه الاستدلال كي دليل كسيه شك لكن أوجه الاستدلال إنه سنت أو سنت معرتي أو أتل ما مو أساس وجه كأي سلاس كل نقطة إنه سندهن بس مدرسك وحال جربا حكمك شرعي أها إنه أمثلك عديه تسأل أو عديه يرد وسلا أي سلا سو دليل كيني لكن طالب كي أرض جهدي أو يهي مد معرتي حمل كره أو أدل الذي أقبلك وفهم يؤيي معلمك مركا إنه دليلك يوجه وجه الاستدلال كله بذا بإنه أشيغه عيال الرباوية أرنت أسألك دون ياوي ويذكر في غرض سدحاد حولية ويذكر ما يرد على المسألة وجوابها إن أمكن وجوابه إن أمكنه ويذكر وشيغ مدرسك ما يرد وحي كسو أروري كو إيماني بشي أهان يرد أهان وكو إيماني على المسألة مسألة ذي يعني ما يرد من الإشكال هو إشكال كإيمانية على المسألة كو إيمانية إيه وجوابه إشكال كاس جواب تيسا أيها الربعين مدرس كشيغو إن أمكانه هذه سورة قل أطهيوية معناها مدرس كي وحواي مركو درسي كو نحجراه مسألة إيمان كرتو أو إشكال با إيمان كرو إشكال كاس إنو بحية بالربع أو يرهدو مسألة ذا إشكال كيدي سيدان وي جوابتي إذا أو بحية أو شيغو هذه سورة قل أطهي أو مركز أو إسو مارتي أودي أو ليهي تا مسألة سلسلسة الربا قضبك أفراد حوليهي ويبين الدليل الضعيف لألا يقتر به ويبين مدرس كو عدينيا الدليل دليل كي الضعيف عدا يعني ضعيف كأهاية يعني لي تيبا نجيدا ويبين حو عدينيا الدليل الدليل كي الضعيف اتاك تدرنا ضعيف كأها أي عدينيا معنى حديث كي ضعيف كأها حديث الأحاديث وحيليه أحاديث صحيحة أحاديث حسانة أحاديث ضعف ضعيفة وحصل هذا حديث موضوع عاطة وحصل ربه أقيم سماع مرك حديث ضعيفة مرك صام راهي وينو عديا ويرى هذا كان وحديث ضعيفة الأقاد لألا يقتر به محو عدينا يا لألا يقتر به إن لوكت سومن أو أنت صحيح لقاته حكم لقد دلسه أمرك على الفولية نبكي ماده سأيا أدعين وين وقفك عديا فيقول مركو حقرانيا استدلوا بكذا قال هذا وحي دليشدين كا أرن كاسي دليشدين وهو دليل كاس أي دليشدين حديث كاسي ضعيف وي يعني ضعيف لكذا سيدا أيونا ضعيف كويا هيوي درجة ضعف قيسة وين عديا وإلى هذا حديث كاسي وضعيف ويا مركا قفك حديث كضعيف كمركات صامرته حديث ضعيفة وإن درجة ذي سشكتها لكن حديثك أنت سوق هذا وقتكته هذا عكرت ضدك إنه كوكت سومان أو أي مارتي أحكام كردستان ولذلك علماء ذوي كرني بجرين
الإمام الزركشي أن رؤسه مرن ترجمة ذي سشاقني بدر الدين الزركشي أبو عبد الله المصري يعني وحويان وحو ليجري لا يجوز الرواية الضعيف إلا مع تبيينه حديث ضعيف ورنتي مبنانا إلا إن العدية ما هي قولي رادو سائي سائي ساس وضعيف كي إلي رادو ما هي نلي رادو أبو الحسن بن القطان وابن القطان لو يقان أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن القطان ابن القطان ومعروف كي هي لحب قولي سيدادي الله باتنك جرادة أيو أسند انتي هذا الذي سحكم ذا وحوير إن القذف بالأحاديث الضعيفة دون أسانيدها لا يجوز عمله لا يجوز عمله إن أحاديث ضعيفة اللي سكتوا رول الشيخو أيضا أنا سند كين للراعينين سلسلة متن يقارسين أيسي سلسلة الرجال نقال للراعينين أرين تاسو حوليه هاي إن لو عمل فلاهي مبنانا لا يجوز عمله وعمل فلكيس مبنانا وياه ولذلك هذا قفك أنت حديث وريه أو سند كيسي صوتريه أو سند كي أنت وضع أو قال رسول الله أو يراده وإسكوريجي عددي وإسكوريجي هذا مركب بارا هذا كوتا الله هذا سندهين حديث كوا ضعيف أما كان واسعيه سوى دين سند كوكو كاني وأنا كاقتك قفك سوى كبحي دنبي واحد دنبي يدوش كسار مجره أي ماذا نسلا سيير جرين إمام أحمد بن حنبل وكان في مسنده حديث تقوى سند كوكوترنا أذي كوتا الله مركز رادسو طبراني سيدو كالي دار قدر سيدو كالي أي ماذا سوطن حديث مع السند كيسي بيكو لقبل أبا أيق إلى رسول كالإيقار صحابي كالإيقار بيكو شيئا تاسو كالوال أقول ياي وأنا هذا الكهدى عن ابن قطان عن كوريني وأها حديث كا وإن سند كيسي لقو وريا بدون إسناد حداد وريسو أوتك تكتو تراضو صحابي انتشا اتقال رسول الله اتراضو ويمتك لديدين ياي حيا لقف كسند كوا باري كرا درجيدي سوغان كرا وين مدى كلا وحولي يا مصنفك ويبين الدليل المعتمد دليل كالاعتماد كرا ايو عدي لوكر صونان كرا محال المحو الشيقي ليعتمد اي ليعتمد به ان لوكر صونا هذا اللي قد قول الله قبصة وين يعني وحويان حلقا سوحو مصنفك او ترينيا عشيقا يا ارضي ذا سدح درجة عمل إني أقيب سما قلوا مبتدئين قلوا متوسطين قلوا مارتي منتهين أما متمكنين قفك مبتدئ اللي يراه ذو مسألة ذا يعني وصورين كرا مبتدئ هو الذي يتصور المسألة مسألة ذا سو تصوري كرا وأنا فهمي كرا لكن دليل كذا ما قرن كرويا متوسط كوحال يراه ذا مسألة ذي نوا صورينا دليل كنوا قرن كرا ننك منتهيجا أهنا أرضيجا منتهيجا سد حذابه وسمي كرا مسألة ذي وتصور يا وقفك متمكن كاويا صورة ذي لأنه وحول وحويا قفك مركو هروين تصور لي ماذا مركا كبعدي أي حكم كإيمان كرا ويا مركو صورة يه هذانا دليل كذا وقرن كرا ثم وحك هذا لكرا مركو دليل كه قرتو وكان نقاشي كرا يعني مجال الخلاف كأي أدلة بسوب النقية دي متك هذي كرا ونقونا يا مركو حال ربا مدرس كي إنو برو دليل كالاعتمادي كرا متك الاعتمادي كرين إنو أكل عدايو سي مركز أو متك الاعتمادي كري قفك وقود نقبال ربا وحولي مصنفك وينبههم وحكوبر رجنيا على غلط من غلط على غلط من غلط فيها قفكي قفكيسي خلطك أو قلي أو مسألة ذاس أو كقلي ومن المصنفين ضدك كتب تألف كمدة ضدك مصنفين تأي مؤلفين تأي خلطك أي كتاب كان كدح قرين إنو برارجي وينبههم وبرارجينو وعدينو إنو برارجي كبرارجي يرادو مسألة ذا فيقول وحولية مثلا تصال أهان هذا هو الصواب كان ماشان كو قرن صح ما هي ويعني كان هو صواب ساسو ليه وأما ما ذكره فلان هبل وحا أو شيغي فغلط ويان صحما هو غلط وي أو فضعيف أما هو مد ضعيف وي وحل اعتمادي كرم معه مركو ليه وحا هو غلط أما وحا هو ضعيف قاسدا النصيحة
حال كونه قاصدا النصيحة أي هذا الكورني سقى قصده نصيحة أولى جيدة ذاتك إن سوكة سومن سببت أقول نصيحين ينا لألا يغتر به إن أنا ضعيف كاس أما خلط كاسي أن لوكة سومن درتيد أي صدا أويلية لكن مركو ليه وخلط وضعيف ليه لا لتنقص القائل قفك هذا الكايري قدر كيسي شرفتي إلا نسقامين ياهي ما أرنتو فإن الانتقاد ردنتان ينقدقان مسألة ذا للردية أولا ليه وضعيف هذا الكان ما يشكو قرن أما ولا ليه وغلد ليه يكون للقول لا لقائله قول كان للردين لكن قائل كي يريم مي كان يريم معها وقول كان ما يشكو قرن صاحب كيدي معها مسألة ذا سوى مسألة آدي آد مهيمة كتبت اللي ألفوا مصنفين تبني آدم وي بشر وي خلط كبامر ناراي هذه أدخلت كو أرقته شروح ذا مثلا الحديث الشرح ذا فقه أوكلاته نحو ذي أوكلاته علوم تاب مختلف كأه هذه كتاب اللي قال لي في كتاب كان اللي فنع أخطاكو أرقته قفك إنه برارجية بالربال إلا وحن واخلد واي معنيه ذونا ماها إن أدمرك لذا وحن واخلد قفك إن أدقدر كيس نسقامين يسلو مجيده ماها النسقامين قول كان آيات ردين يساويا ردك اللفت يسو حال ربا مركا لذا وضعيف إيو وكذا ألاذا وإنو النقضاء أذابتي ذاتك أهل العلم قال لقول نقم يجري قفك إنو كل نقم مبال ربا واحترامك خطئي كدعي إنو هذا ماركتي توس هذا في عنو علوم هذا لو أذيك سذا أوكال إنو يريه ذا بال ربا مثلا وحبو أركب الكاسولي ما يكن وحواي هذا هو الأظهر أما هو الأقرب كان أدو أما والعلى يحوى فيه محل النذر هو ساسو كلا وما إن لفيري أباها يعني وديه كلا مسائش عبارة لطيفانه كانوا أديك سدو أيال رباوية تانا ما لقى قادنا يمركا قول كالردس الشاحب كيدين الردس لقى قادنا ماي وحكا لا يتقو الزمن كان بتي قفك الزلة كان على بني آدم كان إن زلات كيلي لصوء الرسدو سو ما جديد قفك بني آدم كان سبق اللسان وحكا قد عيان خلط سهوبا قد عيان عيوبتي تتبع انت اللي قصة ما ييو هاد دواز اكتين وحيالها سوشال ميديا كسعوضة فلان شلا ايمانت ايش فلان شلا ايمانت اللي ليه ايو الاسوكين كين ايو اما حتى قيب قيب انت اللي قصة وقصة اللي كين ايو ومن باب التعيير وتتبع عورات المسلمين وي لما اقول امركة تاسو كلي حدين لكن قفك اهلو بيدع او يهي والو شيق والو عدين ايو قفك اهلو بيدع والردية قول كيسا سيع الله وكت سومن قفك هو مبتدع سوما تذكر ضلالة ويرية يعني تمحوها تكفيرين ومثل قال يسي ويرية صفك الدماء المسلمين بو تذكر ويرية شرك بو ويرية بدعو ويرية مركو نوع عاسو كليه وانا عدية وانا للردية وانا للموجية ارمتا سوال الرمين العدية ويا مركب مقصد كاذو هن نقضو نصيحة ارمتا انو نقضو بالر وانا نصيحة نقضو ويا فقرادة الضباد مصنف كحوليه ويبين وحو عدين مصنف مدرسكي له طالب كحو عدين يا أردقي جملا قيبه ومن أسماء المشهورين تتكي عنك أها مقعيده ذي كمدة من الصحابة الصحابة ذي رضوان الله عليهم أصحاب النبي كمدة رضي الله عنهم وأرضاهم فمن بعدهم إيدتك كدن بيو من الأئمة المشاهير أئمة ذي عنك أهيذ اللي يقين مشهورك أهي أيو ما ركتي قيبة كميدة أيو سوق هذا قيبة سواء محي يعني إيو أنصابهم نسب كودي يعني أبترسقوا ذا لوجة ذا أنصابت أبترسقوا ذا وي أو كون نسب الشيقان عيساس فلان الفلاني من بني فلان كميدة وكناهم كن يذو ذيبوا شيقية وعصيرهم وعصارهم زمن كودي أي نولايين عصر أي نولايين بو شيقي وطرف حكايتهم وحياله أي شيئين وحكايوذين كودا معان كله مارت ونكسن وقروح ضبطنا ويعني مارت سوجي ذا شذلة أيو شيئية ونوادره وحياله النادر كلا هايين بو شيئي وضبط المشكلة شيئا مشكل كأه وآنا عدين إشكال قليئون عدين وقسم أيو حركيني ضبط وحركوي من أنصابي النصب كيف أسكو يعني أبترسي كيف أسكو درسمي كرو مركو حركين يهدو قفك لكو درسمي كروس وإكان كرو
ساسولية حركة سارية وصفاتهم بوضبطنا يتلمامين كيلهاين والتمييز المشتبه من ذلك وحي اسكوئك هذا أيو كرسوعية كرسوع عدي ذي لكرسوعه وجملا إيكو حكا لنا وإنو عدايوي جملوين كلا إيقيبك لنا وإنو عدايا من الألفاظ من الألفاظ اللغوية أو كمدة وحيالي اللغة لفظي الكود كمدة لغذي يعني ما أرتي عربية لفظي جودي كمدة إنه ما أرتي جملوين كادتك وعديه إيه والعرفية وح اللغة هين عرفي جاءها عرف وحال هذا بقى كادتك وحاس زائد ككولوية قانوية ضبطا إنه حركة لمشكلها مد كذا إشكال ككوجرة أو عديه وخفي معانيها إمعاني ذي ذا قرصان إنه بناك سوى ديقوح عن سوش يقنو إذلوي مركاسو فيقول وحو أراني هي كلمة دان لفظيقان أما عرفيقا أما اللغويقا إيه مفتوحة وكورديقان تاي أو مضمومة أما وامدل قديوي أو مكسورة أما وامدل هوس لقيوي مخففة مد أن لشدين أو لفذيوي أو مشددة أما مدل أتكيو شدل ساري الحوجيوي مهموزة مد همز الله يليوي أو لا أم همزني بالقرة كساري همزك مجرتويا عربية ومد لغة عربي أصل كأهوي أو عجمية أم عجمي بكتم لغة عربي وحان أين أي كتم أيه أو معربة أم مد عرب لقدي يعني تيب معربة كوفة سريو معرب حل وحان شلي عربي أين لكن عربت أنت استعماش عرب نقضيوي مد عرب لقيلي لغة عربية لقيلي وهي مد معربة إيه التي أصلها مد أصل كذا أوها عجمي أصلها عجمي عجمي أوها لقد أن عجمي بيكتب من بركي ديون وتكلمت بها العرب مركاس عربي كو هذا الشيء إيوه مصروفة إنه يتهي مدل صرفي أو مارت صرف أو قلي أو قد قدومي كرت أو غيرها غير مصرف إنه يتهي يعني مصروفة تنوين أقبلي كرت أو إيه إنا أنا أقبلي كري إنه غير مصرف ياي مشتقة إنه يتمد مال لغا صور رمب شيء أو لا إنه مشتقة هين جامد أي أحيد وسيد هذا الله أركي مشتركة إنه يتهي مدل لو ذاقو معاني بدن كل من إيسو أم لا أما مشترك ما هنو للم وذاقو عدك لو لقد دان وحك لو لو ذاقو مجرتو مترادفة كو إسكو أج إنه يتهي أم لا إنه سنهي مترادف يعني وحاو كو إسكو أج إسشابهي مترادف إسفنقل إنه ويجرين أم لا أما إنه سنهي وأن المهموزة متك همزة له والمشددة هي متك الحوجية شتك لصارينا يخففاني ولا فضذين يا إلا فضذين أم لا إن لا فضذين إن وإن عدي ويا وأن فيها إن نحن ذو كسجية لغة أخرى لغة كلا إن كسجنت هاي أم لا أم لغة كلا أيش مسألة ذا لين مسألة ذا المصنف كوح وكل راضي وآد وجهد لي وحويان صحابة مركز مريسو وإن مشهورين تكو ذا مشهور كأه هي أي مذا وين أترجم ترجمة يروس ما يصير ويا أرضي إنه بره وترجمة يو سي ترجمة ذا وقف إيديستو أدار تودي لقن كودي أقواش ودي قيمة على ذا وقف إيديستو فإذا يوم بدنا كجرا أو لقف إيديستو مركز أرنتاس مدرس كوسيف عندك وشرحه حق اللغة ذا وأنت أوتريي وإن العدية ومسألة ذي وحي كجري لا ضبط القصة مية أو لا دبقة لا ويان أنت أو صو شيء قو دنوي مركا مس إيش هسوا إذيل بالربا يعني هذو كلمة مشترك تهي مشترك وحالي لهذا ومتك لفظي سمستعمل كلام معنى الله استعمال كر أما كبدل لا معنى أما كبدل سيد هذا مثلا قرئ قو كلا تمرك لي لهذا والمطلق والمطلقات من النساء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سمه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سماهن قر إجاس مرنا طهري بالغوفة سرا مرنا حيد بالغوفة سرا ومشترك هو لفظ مشترك هو قر إجاس علينا المولى أوكله سيد نوالو مجعابا كل حري أضن كنا مولى ولي ره هذا لبذا ولو استعمال كنا مترادف كان واسد أوكله ويا ولا بكلمة أو حقة يعني كلمة متحد حقة معناها هي كبدنا كم ذوبين يا اللي رهذا مرك وحي الله صيد لي إنه وقفك عدي يبى الرباوية مدى سجالات وحولية وإذا وقعت مسألة هذه مسألة تماده مسألة غريبة غريبة لطيفة آدي آد معنيه أقر يريه
وأنا فهمي كريني أو أما سميم ما كي كمدا يسأل عنها لويديو في العم في المعايات كوا أن معنوه إقرسويهين وهذا الآن لجو معايات يعني من التعمية ولا كيني تعمية من التعمية إذا الآن أن لجرني نوي معنى هذا أنا وحال إذا هذا الكلام الذي لا يهتدى به دربدي بأن هرا لجو فهمينين هذا أرن تاسيتي ما دو نبهه مصنف كي مدرس كو برارجيني عليه ها مسألة ذا سبرارجيني وعرفه حالها حال كذا ندتك أيو برايا في كل ذلك أرن تاسودن ووعدينا مسألة غريب كايدو فسري وحي أن معناه إذا لفهمين بوعدينا يا وحي كم مثاليا مارة معاياتك حالو كم مثالي الغاز تأي فوق هذا الشيغان وكله ذاتك فوق هذا اللغز بشيء اللغز وحال إذا هذا وحال إذا هذا قوقع عضلة أما الحرالة اللي إلى هذا وكله مثلا مسألة ذا فقهي أي كهرلان وحي إليه وحكم إذا قفك أين ويسديسو مركو ويسيستو أيسا ويسديسو هدي أو كاذيو أما سحروضو أيسا جبينين كورما بير هذا كهر نبا أنت ميلهان كهرلي وذا ذا مسألة ذا سو تلفيشن أنت تتقي بو كهرلي مركو دادكي أم فاسرين وحال راموكتاي شيخ نمحون ليه نبهه عليها وعرفه حالها سؤال مدين وين وقفك برا رجيو شيغا وعدي تلفيشن كنت وذات فريستي ايوحو يروحا وحا جيرو ويسأل الجبين هدي قفك او سحرودا اما كاديو اما ذكر كيس او تابتو اما وحي ويسد كجب جيرتو لهدو لي مادو ايسن كجبينين ايا جيرتك مركاسو كتكي من او شيغن دادك واحد ماذا اسكال بوضي انتو مغلي ايا مدل بوضي تلفيشن كي انتو فيديو soo qaatay buu xaq la aaday balka hadda waxa la keenay wixii wax la soo socdaba maanta waxa la keenay weysadii saxaray iyo kaadi kuma jabtaa la yiri bobobobob waxa soo dhex galay mas'alada iska ma fiirin kana dadku waa waalay inuu mas'alada cadeeyay rabi soomaa dadku u sheegay si aysan kaaso kale u san ugu kadsoomin mid kaas la booday markaas oo maalin dambe hadana mas'aladii fasiray wadaadkii laftiisa waa lafteeda waa shay tacmi ah oo dadku ku sameeyay wax fiican ma waxa jiraada mas'aladaasi إمام السيوطي بقى سوى قوريه هو لما بيد بسدح بيد وكسو أروريه وحوليه قل للفقيه وللمفيد ولكل ذي باع مديد ما قلت في متوضئ قد جاء بالأمر السديد لا ينقضون وضوءه مهما تغوط أو يزيد ويعني وحوى شيء ومارتي لغزي أهو هالحرالة أهو قف كيف فقيها هاي وح جرني وح أطر هذا أما قفك مستفيد كه وح فائدة يستي أما قفك مفيد كه وح فائدة ناي أو ولي بباعيس أو كده يرى حق علمي قد جرني وحتى هذا قف ويسقات كيس ويسقاتي أو أي سو ويسدي سو كبرين هدي أو سحر هذا أما وح كبدا أو لي ما دو إيش كبرين بل إيش أقولي من الغاز الفقهاء بالير هذا معناه إذا وحواي markii la fasiro waxa weey nimba reerkiisa u tagay janaabo galay janaaba gashay jamaa bisad buriyeed ahna janaabadi markuu oo maaragtay oo galay inuu qubaysto marabo wuu weesaysto way la weesaysto sooma qofkii wuu weesaysto hadda weesaysto waa iska saaxan kartaa marka ka bacdi qubaysaha daarabto wuu weesaystay weesadaas hadii uu مر لبعض إنه قبيس ترب قبيس كمركو آذيه أنت كهرس وهو سحري هردو قلي سحرة كتمن مسقولو قلي كاذبا كتمن ويسد هاس ما بوريسه معنى هذا وحواي ويسد دم بقول نقل ماي هذا بيها بس أسكو شو بيا ويسد يسي ويسد جبي سما ويسد هوا حي كجب تا أكلية هدي أو جماع لبعض لي ماذا واللي فهمه أمر أنا جماع لبعض هدو لي ماذا مر لبعض أو يماذا ويسال لجربه مركز ويجبي سما لكن هذا هو جماع لا إيمان إنه هردني أو كسوك عي مسوش أو جرس أو صحراء أو سوك هذه بيها أم بوسك شبي وأنت أسوى وحوين معها مرك مسألة ذا سو مسنف كحكولي هاي حدي مسألة لطيفة ومن العمايات أي مادان وين وقفك أو عدي أو سب وقتين سئس ندتك أو ريرين وين ويكون تعليمه بريد سنة وحين نقني إياهم ندتك أو برو يعني كل ذلك أرنت تعليمتي سؤال دان وإن نقطة تدريجيا من ترتيب ترتيب وددك أن هل مر علمي قلقو سيدينين إن يرلوسيه سببت وامحي ليجتمع لهم إنو أكل مددك مع طول الزمان
زمن كدير هذا أو إن يرتأسين أي شيء وقت دير بوقف قادر ما توحسي برسي صادم سي وحير شيء وكل أنته زمن كي وقت يو دير هذا وكل أنت جمل كثيرات جملو ينفر بدل أو فوائد أسوء هرب مثلا هذا الغاز وحكم ذو كله نبى حج حرمته مسوره بكرته حج إن لبم مر هل حج كلي لبم جرأ حرمته هل سن جذيه لما جاء الحج محرمان كرتان ما قران كرتان هدين لي يراهدو وشي لغزيه كميد اهوه وهل حرالي هو كور موقف حرم ذي لما جاء في سنة واحدة في عام واحد وصحوة سورة قل حايا لقف كان حجبو حرمانا عمره سمية مركو عمره استيبال حصر كدعي ولود دي ذي حجكي عذر باك حبسي ولا منعيي نبا ويمي مركز التحلل سميناه وحلال نغناه مركو حلال نغضه أي إسلام مركي عذر كي هايي بمدير كبعد إلهي كقاذة وقت الحج انت اللي قارن مر لبعضه حرمان كرا هدنا ماشي سوك حرماني حجكي وقبن كرا أيضا الغاز تاسي كم التاوان شيء بناه ويا هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد ما أرسل